الحمد لله ان احنا قدرنا نفضل عاملين كنترول على الماتش طول الماتش، وقدرنا ناخد فرق في الشوط الاولاني. هو ده اللي خدانا الثقه اكتر على الشوط الثاني ان احنا نقدر نفوز بالماتش يعني. والحمد لله ان ربنا كرمنا في الاخر وفرحنا الناس دي كلها وكسبنا. طبعا الجمهور ليه دور كبير يعني، ان هو يقدر يشجعنا ويقدر يأذينا ويعمل ضغط على الفريق المنافس. احساس حلو قوي انك تلعب وسط الناس دي كلها في بلدك وتكسب كمان. فيعني ده كرم من ربنا، والحمد لله ان احنا قدرنا نوصل للنتيجه دي. واهم حاجه بقى بس فاضل خطوه ان احنا نقدر نحققها ونكسب يعني، وعايزينهم بقى في الفاينل كمان ييجوا كده. الاولمبياد بيروح واحد بس، ف بيبقى فرصتك انك تعوض لو خساره وحشه جدا. بتلعب مع اوروبا بتبقى اصعب، غير ان البطوله دي يعني بتأهلك دايركت، فانت احسن لك اسهل طريق انك تتأهل دايركت، فدي صعوبتها يعني. وفي نفس الوقت انت بتلعب اولموست في الاخر هما ماتشين، فلو حصل لك باد لك في ماتش والدنيا ضربت فانت ما رحتش الاولمبياد، فالموضوع بيبقى وحش جدا. فالحمد لله ان احنا قدرنا نعديها يعني. الحمد لله عايزينهم زي النهارده كده ويقدروا يساعدونا ويأزرونا ويشجعونا ان احنا نفوز البطوله ونساعدهم ان شاء الله. الحمد لله طبعا الف حمد والف شكر على التأهل النهائي. فريق تونس دي تعتبر منافس عنيد طبعا مع منتخب مصر في كل البطولات الافريقيه يعني. هو نهائي مبكر، البطوله دي مهمه جدا لانها بتاهل للاولمبياد. فالحمد لله ربنا كرمنا، احنا كنا دارسين فريق تونس في كل حاجه يعني، كل ماتش لعبوه احنا دارسينه، فربنا كرمنا الحمد لله وقدرنا نكسب. وان شاء الله عندنا ماتش يوم السبت مهم جدا، سواء الجزائر او كاب فيردي اللي هيكسب النهارده، وربنا يكرم باذن الله يعني. النهارده الصاله تقريبا مكتمله، اول مره يحصل كده من ساعه ما بدات البطوله. دي حاجة قوية جدا، حط الضغط على المنافس طول الماتش، كان في ضغط على المنافس، ادتنا سبورت جامد جدا ان احنا لازم نخرج الناس دي كلها فرحانة. فربنا كرمنا الحمد لله وقدرنا نكسب الحمد لله. الحمد لله على المكسب طبعا. مباراة قوية مع منتخب قوي جدا، منتخب تونس من افضل المنتخبات في افريقيا وفي البطولة. من اول ماتش احنا نازلين عاملين حسابنا على ماتش قوي جدا ومحضرين لدوت. المدير الفني بسطور محضرين لكل اللعيب ونقطة قوتهم ونقطة ضعفهم. نزلنا من اول ماتش لعبنا كويس، فرق واسع زي ما انت قلت، مش الاول خالص فرق 5. اكيد بيحصل دروب، بس الدروب ده ما كملش كتير عشان احنا كنا كسبانين فرق كبير، وقدرنا ان احنا الحمد لله نكمل الماتش وكسبنا الحمد لله. اكيد طبعا وجود الجمهور في الصاله دي حاجه يعني مش قادر اقول لك ازاي بتخلي عندنا حافز ان احنا نقدر نعمل اكتر حاجه عندنا. ممكن الماتشات اللي فاتت ما كانش الجماهير كتير في الملعب، لا الماتش ده فعلا الجماهير كانوا موجودين ومالين الصاله، وباذن الله مستنيينهم في ماتش الفاينل ان شاء الله.